نبدأ الكرازة حلقة جديدة مشاهدينا عن أخبار كنيستنا القبطية داخل مصر وخارجها، وإليكم أهم العناوين. افتتاح سيمينار المجمع المقدس بوادي نطرون. قداسة البابا يدشن كنيسة بالكاتدرائية بالعباسية. قداسة البابا يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، وإليكم بتفاصيل الأخبار، حيث افتتح قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي السيمينار الثامن للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2021 بالقاعة الرئيسية من مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي نطرون. يستمر السيمينار الذي يحمل عنوان الناظر من أعلى لأربعة أيام، ويحضره الآباء أعضاء المجمع المقدس من الأحبار ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية. تتضمن موضوعات السيمينار عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير العمل الرعوي الكنسي وفقا لمبادئ الإدارة الحديثة بما يعود بالنفع على الخدمة الكنسية ككل، لا سيما في مجالات الاستثمار الأمثل للموارد والإدارة الفعالة للمشروعات الكنسية. دشن قداسة البابا تودروس الثاني يوم السبت الماضي كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالأمبرويس بعد تجديدها، وذلك في مناسبة اليوبيل الذهبي لإنشائها بمشاركة 9 من الآباء الأساقفة. وخلال القداسة الإلهية ألقى قداسة البابا عظة بعنوان كنيستنا كنيسة مفرحة، كما منح أحد كهنة الكنيسة رتبة القموسية. نتابع. بهذا الميرون المقدس على اسم القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بكنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بأرض الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة خنفران مبيوت نمشين مبن ماي سواب ونوتي نوت فزمار وتنجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور أمين. ندشن هذا المذبح بهذا الميرون المقدس على اسم القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بكنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بأرض الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة افزمارو تنجيب فونو جنيس انشيري إسوس بخريستوس بنشويس. دشن قداسة البابا تودروس الثاني يوم السبت اللي فات كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وده بعد تجديدها ومع الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشائها، وشارك في صلوات التدشين 9 من الآباء الأساقفة. شمل التدشين المذبح الرئيسي اللي جه على اسم القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي، والمذبح البحري على اسم الشهيد ماريمينا والقديس البابا كيريلوس السادس، والإبلي على أسماء رؤساء الملائكة. كمان البابا دشن أيقونة حضن الآب وحامل الأيقونات. قداسة البابا خلال العظة اتأمل في إنجيل قداس اليوم، وكانت كلمته بعنوان كنيستنا كنيسة مفرحة، مفرحة بمسيحنا وإنجيلنا وطقوسنا. ومنح قداسة البابا بعد صلاة الصلح القس إسحاق أحد كهنة الكنيسة رتبة القموسية، وده طبعا وسط فرحة شعب الكنيسة اللي كانوا مبسوطين جدا بتدشين الكنيسة مع عيدها 50 وبوجود قداسة البابا وسطيهم. كامل يوسف، سي تي في. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الجمعة الماضي نيافة الأنبا ساويروس أسقف ورئيس دايري القديس الأنبا توماس السائح بالخطبة وسوهاج والشهيد ماري بؤتر بالخطبة، والذي عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بخدمة نيافته.
كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الاثنين الماضي السيدة إليفا يوهانسن مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها. تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن وحدة المصريين وتعايشنا جميعا حول نهر النيل وعن وحدتنا الوطنية القوية. كما تحدث قداسته عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كواحدة من أقدم كنائس العالم. قد أشاد قداسته بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية واهتمامها بعمل تغيير حقيقي، مشيرا إلى أن كل المصريين يعملون الآن باجتهاد من أجل بناء الجمهورية الجديدة. كما استقبل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الجمعة الماضي نيافة الأنبا إقليمندس أسقف عام عزبة الهجانة وألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والذي عرض على قداسة البابا عددا من الموضوعات الخاصة بالخدمة في القطاع. شهد قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني يوم الجمعة الماضي حفل ختام الأنشطة المركزية للأسرات الجامعية التابعة للأمانة العامة للأسرات الجامعية بأسقفية الشباب. تضمن الحفل عدة فقرات، منها ترانيم روحية وتقرير الخدمات المركزية وخدمة مهرجان الأسرات الجامعية. واختتم الحفل بكلمة لقداسة البابا، ثم قام قداسته بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين، وكذلك شهادات التخرج لدفعتي إعداد الخدام وإعداد القادة لعام 2021 التابعين لخدمة الأسرة الجامعية. أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها أن الأب سابقا زكريا بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين كنائس عدة، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة قبل أن يعتذر عما قدمه. وأوضحت الكنيسة في بيانها أن الأب السابق تم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره. وأضاف البيان أن الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت، وقد قبل الطلب مثلث رحمات قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 من يناير عام 2003، ومنذ ذلك الحين لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد. وبعد ذلك سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت الإبرشيات إبرشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها. استقبل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي أعضاء المجلس الملي العام الذين قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد تبليسه التاسع. وقعت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون بشأن تنسيق مشاركة الجاليات المصرية في بعض دول المهجر للمساهمة في دعم بعض أنشطة التنمية لمبادرة حياة كريمة. وقع البروتوكول عن أسقفية الخدمات نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، عن الوزارة السفيرة نبيلة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيدة آية الأماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. يأتي البروتوكول في إطار توجيهات السيد الرئيس لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ المشروع القومي حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الكرة الأكثر احتياجا. استقبل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي نطرون يوم الثلاثاء الماضي نيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وجنيف بسويسرا، والذي عرض على قداسته عددا من الموضوعات الخاصة بخدمة الرعوية. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي نطرون يوم الثلاثاء الماضي نيافة الأنبا بخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة والنائب البابوي لإبرشية أسوان. عرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.
افتتح وزير السياحة الأردنية يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر معرض هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذي يقام بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية بمسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. حضر الافتتاح السفيرة الأردنية بالقاهرة ونيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال الأسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس حدائق القبة والويلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة وعدد من الشخصيات. نتابع. افتتح نايف الفايز وزير السياحة الأردني صباح يوم الثلاثاء معرض هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذي يقام بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية في بهو مسرح الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور السفير أمجد العضيلة سفير الأردن في مصر والسيد عبد الرازق قريبات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية. ومن جانب الكنيسة حضر صاحب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والويلي ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة والقمص أنطونيو الصبحي كاهن الكنيسة القبطية بالأردن. قداسة البابا تودروس الثاني يعني رحب بيهم وقال لهم بدل ما تعملوه في أي أوتيل برا أي مكان تعالوا عملوه عندنا في حضن الكاتدرائية، وعملوا هنا في البهو بتاع الكلية الكليريكية. فده اهتمام جيد من قداسة البابا، هم فرحانين بهذا الاهتمام ومرحبين به. الترتيبات تمت من قبل تقريبا 3 أسابيع مع معالي الوزير في مكتبه وزير السياحة معالي نايف في الفايز، واتفقنا على برامج لتنشيط السياحة الدينية بين مصر والأردن. مصر مليئة بالأماكن السياحية الدينية، وبيكفي مصر أن نقول رحلة العائلة المقدسة، وأيضا الأردن مليء بالأماكن السياحية الدينية، وكثير من هذه الأماكن مذكور في الكتاب المقدس. الأردن له أهمية كتير كبيرة لأنه فيه كنائس كتير قديمة ممكن أنه المصريين يزوروها ويحجوا إليها، وخصوصا بعد فترة كورونا الدنيا قفلت زي ما بنقول بالمصري، فهلأ شوي شوي عم نرجع الأمور تتحرك، وبندعي أكيد كل الإخوة المصريين أنهم يزوروا الأردن ويحجوا إلها مسيحيا، وأكيد الإخوان الغير مسيحيين طبعا مرحب فيهم دائما، ونحن أكيد من دورنا يعني بنيجي على مصر وبنحب أهلها وبنحب أجواءها. أكيد كنا مفروض بنحضر المعرض ده من قبل الكورونا، بس طبعا الجائحة ما زبطتش. ده مهم قوي نعرف سياحة الأردن، نعرف سياحة الأردن أهميتها للأقباط المصريين تكاد تكون حاجة مهمة جدا زي ما شرح أبونا أنطونيوس المختص وغيره وغيره وغيره. يمكن احنا بعيد عن الكلام ده، مع تسهيلات الأردن اللي بتديها لنا كمصريين احنا نقدر نتعايش في أسابيع جميلة أوي، خصوصا عيد الغطاس. تضمن المعرض لوحات وصور لأهم الأماكن السياحية الدينية بالأردن وعرض الأفلام وثائقية ومادة فيلمية لتلك الأماكن. كامل يوسف، سي تي في. احتفلت إبرشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي يوم الخميس الماضي بعيد الرهبنة 59 لنيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس مطران الإبرشية. بدأ الاحتفال بصلاة القداسة الإلهية في كرمة ماري مرقس الرسول بدمنهور برئاسة نيافة الأنبا بخوميوس مطران الإبرشية ورئيس الدير، وبحضور الأنبا إساق الأسقف العام والأب الروحي للدير ومجمع كهنة الإبرشية وعدد من رهبان الدير. بعد القداس نظمت الكنيسة احتفالا تضمن فقرة ترانيم وفيلما تسجيليا وكلمات تهنئة. تشهد الإبرشية هذا العام احتفالات متعددة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، كذلك لصيام نيافة الأنبا بخوميوس أسقفا في ديسمبر عام 1971. افتتح نيافة الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر مركز أوري للثقافة والإبداع والعلوم بكنيسة القديسة العذراء مريم بغيط العنب. يهدف المركز الجديد إلى اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات أبناء الكنيسة من مختلف المراحل العمرية وتنميتها وتوظيفها للخدمة من خلال أنشطة ثقافية وعلمية وإبداعية وفنية وتكنولوجية.
احتفلت إبرشية بنها وأوسنا يوم الأربعاء الماضي بتخريج أول دفعة من معهد البابا شنودة الثالث لدراسة الكتاب المقدس التابع للإبرشية. فسلم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكسيموس أسقف الإبرشية شهادات التخرج على الدارسين الذين أنهوا دراستهم في المعهد. والآن مع جولة في أخبار المهجر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وجولة مع أخبار المهجر، ونبدأ من هولندا حيث احتفلت إبرشية هولندا يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري بافتتاح كنيسة القديسة العذراء مريم القديس البابا كيرلس السادس بمدينة لايتسندام. بعد تجديدها بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإبرشية. شارك فيه عدد من كهنة الإبرشية وحضره عدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي، ورسم نيافته عدد من أبناء الكنيسة بدرجة أغنستوس. نتابع. احتفلت إبراشية هولندا يوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بمدينة لايتسندام، وذلك بعد تجديدها. بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي صلاه نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، وحضر فيه بعض من أباء كهنة الإبراشية إلى جانب كاهن الكنيسة القس كيرلس حليم، وأيضا عدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي. وعقب صلاة الصلح تمم نيافة طقس صيامة شمامسة في درجة الأغنستوس. النهاردة احنا احتفلنا في هنا في كنيسة البابا كيرلس في مقاطعة جنوب هولندا بافتتاح التجديدات والترميمات والانتهاء من أعمال حامل الأيقونات والأيقونات والكنيسة الصغيرة والمعمودية، جهزت من كل جانب. واحتفلنا النهاردة بالعيد الثالث لتأسيس الكنيسة، وكان يوم مبهج ومفرح، واشتركوا معنا كل أعضاء من الكنائس الهولندية المحيطة بنا، وشرف هذا الاحتفال سعادة السفير المصري السيد حاتم عبد القادر. يعني أنا الحقيقة سعيد وفخور بتواجدي هنا النهاردة في افتتاح الكنيسة الجديدة. الحقيقة كنت لسه بتكلم مع نيافة الأنبا أرساني أن وجود هذا المكان الإلهي الجميل بيربط أعضاء الجالية بقيمهم وجانب الروحاني ببلدهم وبدينهم وفي أرض الجديدة اللي بيعيشوا فيها، وفي نفس الوقت بيربطهم ببلد مصر من الخدمات اللي بيشعروا بها هنا. وأنا حريص الحقيقة أن أنا أكون متواجد، لأن بشعر أن جزء من مصر بيتم بناءه ويربط أبناء الجالية المصرية ببلدهم وبجانبهم الروحاني في مصر وبكنيسته. وبعد القداس الإلهي حضر إلى الكنيسة السفير المصري بهولندا السيد حاتم عبد القادر لتقديم التهنئة في هذه المناسبة، وألقى كلمة عبر فيها عن سعادته بدعوة نيافة الأنبا أرساني له. احتفال بعيد كنيسة وافتتاح الرسمي لكنيسة جديدة زي كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس في لايتسندام هو دعوة لحياة القداسة، ودعوة لأن أولاد ربنا يعيشوا الروحانية القبطية ويتعلموا في كنيسة ويتعلموا درس كتاب ويلهموا ألحان وتسابيح الكنيسة. طبعا كل سنة وانتم طيبين كلكم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث لتأسيس كنيسة بتاع العذراء وبابا كيرلس في لايتسندام. بيشرفنا النهاردة طبعا سيدنا الأنبا أرساني مع بعض الآباء الكهنة من الإبرشية ومعهم بعض من رجال الدين لمجلس كنائس منطقة لايتسندام فوربرخ، لأنهم حسوا بأنه لازم يشاركوا الكنيسة القبطية في احتفالاتها كما يشارك الكنيسة القبطية برضو كنائسهم في احتفالاتهم. كما ألقى نيافة الأنبا أرساني كلمة عبر فيها عن تقديره وسعادته بافتتاح الكنيسة، وقد تخلل الاحتفال فقرات من الترانيم من كورال الكنيسة. وكان يوما مبهجا ومفرحا للجميع من كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بلايتسندام هولندا. كان معكم نشوى فرانسيس سي تي في. في
هولندا أيضا احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم والقديسة فرينا بمدينة بوسوم يوم الأحد الماضي بالذكرى الثالثة لشرائها وتأسيسها بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا. بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي وعقب صلاة الصلح رسم يفتو عدد من الشمامسة على درجة أغنسطس وشماسا واحدا على درجة بدياكون. متابعة ومملوء بالفرح وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم يوم الأحد الموافق 7 شهر نوفمبر الجاري بالعيد الثالث على شراء وتأسيس الكنيسة، حيث صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني القداس الإلهي. وعقب صلاة الصلح تمم نيافته طقس صيامة شمامسة في درجة الأغنسطس وترقية شماس في درجة الإبزياكون. وقدمت فرق الكورالات المختلفة بالكنيسة عرضا فنيا عبارة عن مجموعة من الترانيم الخاصة بهذه المناسبة. كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا في مدينة بوسوم هنا في بجوار أمستردام، يعني كنيسة كبيرة وجميلة وحلوة، ابتدت من حوالي 3 سنين، استغرقنا وقت طويل في تجديدها وفي إعدادها ورسم الأيقونات وحمل الأيقونات، وأصبح لها كاهن مخصوص لها ولها شعب وفيها خدمة وفيها نشاط وحيوية. نشكر ربنا النهاردة بيوافق العيد الثالث لشراء الكنيسة، كنيسة القديسة فيرينا بمدينة بوسوم. سيدنا اشترى الكنيسة دي في شهر 9 سنة 2018، النهاردة بنحتفل بالعيد الثالث ليها. سيدنا النهاردة بعد صلاة الصلح أمبر سامت 13 شماس في رتبة الأغنسطسية وشماس في رتبة الإبدناكونية. كانت فرحة كبيرة للشعب كله، تشجيع سيدنا لينا من الوقت للتاني، وبنتنقل من رتبة لرتبة، ده بيخلي الولاد يتشجعوا أكتر. الولاد خدوا مجهود كبير في الحفظ الفترة اللي فاتت وإن هم يواظبوا على الكنيسة، ودي كانت حاجة جميلة جدا لفتة من سيدنا ان هو يشجعهم بالطريقة دي، كل سنة بيحب يديهم لفتة من النوع ده. يعني كما قدم شباب الكنيسة فيلما تسجيليا بعنوان الكنيسة في 3 سنوات. وحضر الاحتفال ايضا عمدة مدينة بوسوم السيد هان ترهيغدا. وبعد نهاية القداس الالهي افتتح نيافة الانبا ارساني وعمدة المدينة معرض الكنيسة. وفي نهاية اليوم تم إيقاد الشمعة الرابعة من عمر الكنيسة مع فرحة وبهجة الحاضرون. من كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم بهولندا، كان معكم نشوى فرانسيس، سي تي في. أقامت إبرشية هولندا أيضا تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإبرشية يوم الاثنين الموافق 8 شهر نوفمبر الجاري احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامة القمص يوسف منصور كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس. نتابع. أقامت إبراشية هولندا تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإبراشية يوم الاثنين الموافق 8 شهر نوفمبر الجاري احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامة القمص يوسف منصور كاهن كنيسة الملك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن. احتفلنا باليوبيل الفضي لكهنوت قدس أبونا يوسف منصور الكاهن كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس هنا في جنوب هولندا في مدينة أيندهوفن، واجتمع مجمع الكهنة كله وحضرنا القداس مع بعض وقدمنا الذبيحة، وبعد القداس احتفلنا بالمناسبة المبهجة ديت، وبعدين عقدنا اجتماع الكهنة الشهري في الكنيسة هنا في ضيافة الأباء. وتعب في تنظيم هذا اليوم قدس أبونا مينا شريك أبونا يوسف في الخدمة. الخدمة في كرم الرب في الكنيسة هي نعمة ربنا بيسمح لنا أننا ناخدها، وفي نفس الوقت بيعلمنا من خلالها إزاي نعيش حياة مقدسة ونحاول نكون باستمرار قريبين من ربنا، وده هو مفهوم الخدمة في حياتنا. اليوم مختلف خالص، احنا بنحتفل النهاردة بثلاث أعياد.
تفضل النهارده عيد الاعياد تذكار الاعياد السيديه الثلاثه البشاره والميلاد والقيامه. ايضا بنحتفل باجتماعنا الشهري لاباء الابوشيه مع سيدنا نيافه حرب الجليل انبا الثاني في اجتماعنا الشهري الكهنه. وطبعا بنحتفل باليوبيل الفضي لابونا المحبوب الغالي ابونا القمص يوسف منصور، بنحتفل باليوبيل الفضي لصيامته سنه 1996 على يد مثلث الرحمات قدس البابا شنودة الثالث. حضر الاحتفال نيافه الانبا ارساني ومجمع كهنه الابراشيه وعدد كبير من الشعب القبطي. بدأ اليوم بالقداس الإلهي، وبعد نهاية القداس بدأ الاحتفال بكلمة لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني، والتي عبر فيها عن سعادته في الاشتراك مع مجمع كهنة الإبراشية في هذا الاحتفال، وشرح كيف أن اليوبيل الفضي هدفه تقديم الشكر لله على عمله العجيب وفيه تجديد للطاقة الروحية. كما تحدث القمص ياساميساك عن الكهنوت والكاهن القبطي. وفي نهاية الاحتفال قام نيافة الأنبا أرساني والقمص يوسف بإيقاد شمعة اليوبيل الفضي، كما احتفلوا مع الحاضرون بتقسيم تورتة اليوبيل الفضي. من كنيسة الملك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن هولندا، كان معكم نشوى فرانسيس، سي تي في. افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف إبرشية باريس وشمال فرنسا معرض الأيقونة القبطية بمقر المترانية في باريس بعنوان تراثي المصري القبطي. قدم المعرض حوالي 60 أيقونة قبطية متنوعة من أعمال الفنانين أرمية ومريت القطشة لمدة أسبوعين. وافتتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مسجلة من قداسة البابا الأنبا تودرس الثاني، رحب فيها بالحضور وتكلم عن روح عنية الأيقونة وأصالتها في تقليد كنيستنا القبطية، وكذلك كلمات لنيافة الحبر الجليل الأنبا مارك وعدد من المتخصصين. حضر الاحتفال السيد علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والسيد شريف الديواني القنصل العام لمصر في باريس وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ومعهم كهنة ورهبان وعدد من رؤساء المدن التي يوجد بها كنائس الأبرشية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين والمصريين المتخصصين في التاريخ القبطي والمصري القديم. والآن من أخبار الكرازة في القارة الأوروبية إلى القارة السمراء، حيث نظم برنامج قداسة البابا الأنبا تودرس الثاني لتطوير التعليم الكنسي دورة جديدة لعدد من الخدام السودانيين المقيمين بالقاهرة والذين يخدمون أبناء الجالية السودانية في مصر. ويتدرب حوالي 30 من الخدام يوم الأحد من كل أسبوع على المستوى الأول من مشروع 1000 معلم كنسي، البرنامج التدريبي الذي يحمل اسم تراث كنيستنا روح وحياة، ويهدف إلى تطوير التعليم الكنسي من خلال الجمع بين التأصيل والمعاصرة، بما يجعل التعليم يتناسب مع تحديات العصر ويجعله أكثر فعالية وتأثير. هذا البرنامج يتبناه قداسة البابا الأنبا تودرس الثاني، وقد اختار قداسته آية سفر المرافي: جدد أيامنا كالقديم، شعارا له. الآن ننتقل إلى جولة أخبار الصحافة، نبدأ جولتنا الصحفية من موقع جريدة وطني ونقرأ يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان الأنبا فلوباتير يدشن كنيسة في أبو قرقاس، حيث صلى نيافة الأنبا فلوباتير أسقف أبرشية أبو قرقاس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد ماري جرجس بقرية أبو غرير، وقام نيافته قبلها بتدشين مذابح الكنيسة الثلاثة وإيقوناتها، كما عمد أربعة من أبناء الكنيسة وسط شعب الكنيسة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة حرصا على الجميع من فيروس كورونا المستجد.
ومن موقع جريدة وطني نقرأ أيضا يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون تقيم نهضتها الروحية السنوية لشفيعي الكنيسة. بدأت النهضة نشأتها أمس بصلوات القداس الإلهي، وتستمر صلوات القداس طوال أيام النهضة والتي تستمر أسبوعا كاملا على التوالي بدءا من 17 من نوفمبر حتى 24 من الشهر نفسه. كما تشمل النهضة أيضا على عقد العشيات اليومية، ويتم الحجز المسبق للقدسات والعشيات حفاظا على صحة الجميع مع إجراء الإجراءات الاحترازية كافة. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا، ودعونا الآن نسترجع أهم العناوين. افتتاح سيمينار المجمع المقدس بوادي نطرون. قداسة البابا يدشن كنيسة بالكاتدرائية بالعباسية. قداسة البابا يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.